أيضا الوزارات المصرية كانت في القلب، يمكن بالتزامن مع قمة المناخ في شرم الشيخ مصر كوب 27، وزارة الطيران المدني أطلقت امبارح أول رحلة تجارية بوقود الطيران المستدام المعروف بـ SAF باسم مصر، برحلة أطلقت أو تم تسييرها من مطار شارلي دي جول بفرنسا إلى شرم الشيخ مباشرة. هنروح دلوقتي لكابتن طيار أحمد مشعل مدير إدارة الوقود بشركة مصر للطيران للتعرف منه على تفاصيل هذه الرحلة. صباح الخير يا كابتن أحمد. صباح الخير أحمد، صباح الخير فسان، صباح الخير يا دكتور أحمد. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني أحمد، عاوزين نعرف تفاصيل هذه الرحلة، ويمكن هي دي أول رحلة تجارية أو أول رحلة تطلقها مصر للطيران باستخدام الوقود المستدام. يعني إيه الأول وقود مستدام؟ وقود مستدام دورة حياته الكربونية للبصمة الكربونية أقل بنسبة 80% عن الوقود الأحفوري. الوقود المستدام هو وقود مشتق من مصادر طبيعية تم استخراجها، أو زيت طعام مستخدم، أو نباتات ما بتتعارضش مع طعام الإنسان. لا. الوقود المستدام كفاءته أعلى، ودورة حياته البصمة الكربونية الانبعاثات بتاعته أقل، وفي سنين قريبة جدا هيبقى في التزام دولي على كل دول العالم انها تتوسع فيه بنسب معينة في استخدام الوقود المستدام. طبقا لتوجيهات معالي الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وسيادة اللواء رئيس شركة قبضة لمصر للطيران، ان بالتزامن مع الحدث العالمي اللي بيحصل في مصر كوب 27، مصر للطيران لازم يكون ليها دور ولازم نطلق رسالة للعالم. صحيح. وان احنا مستعدين لكل الوسائل التكنولوجية اللي من شأنها الحفاظ على البيئة وحفاظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة. علشان كده ده كان نتاج لفريق عمل على مدار شهور طويلة اشتغلنا فيه في مصر طيران، بإن إحنا نحضر للرحلة دي وتكون بالتزامن مع كوب 27. الرحلة دي تعتبر لمصر طيران أول رحلة على متنها ركاب بتستخدم الوقود الحيوي، وكانت بنسبة عالية جدا، بنسبة تصل إلى 37%، ودي من أعلى النسب اللي طارت برحلات ركاب على مستوى العالم. حتى امبارح كان الطيارة كان عليها وفود لمؤتمر كوب 27، الحدث العالمي ده قدروا قد إيه مجهود الدولة المصرية بإن هم يخططوا الرحلة زي دي. كل الوفود اللي كانت موجودة كانت فعلا بتتكلم على إن لا، إحنا هنرجع ونتكلم على إن مصر فعلا مش بس بتنظم كوب 27، وكمان بتحاول إنها تقدم خدمات صديقة للبيئة في كل ما يتعلق بالمؤتمر. كان في مجهود أيضا مبذول على مستوى الرحلة إن حتى الخدمات اللي بتتقدم من طعام ومشروبات أو أي خدمة تكون بمواد مش أحادية الاستخدام، تكون بمواد صديقة للبيئة. ريسايكل بالضبط يا فندم. ده كل اتفضلي. طيب، حابة أعرف من حضرتك أهمية الوقود المستدام في مستقبل بقى صناعة الطيران المدني. من أول 2025 في التزام بأن لازم على الأقل يكون في 2% في كل الرحلات المتجهة إلى أوروبا. 2027 النسبة دي، 2030 النسبة دي هتوصل ل 2010. فزي ما احنا النهاردة بنوجه رسالة للعالم إن دي وسائل تكنولوجية موجودة، احنا كمان جوه مصر الطيران وجوه الدولة المصرية بنحضر نفسنا، بنشوف إيه الاعتمادات اللازمة، بنعرف نحدد، نقدر نحدد مصادرنا، بنقدر نحدد شراكات مع الموردين الرئيسيين، وبندعو الدولة المصرية كمان الاستثمار في الوقود الحيوي. دي مبادرة من مصر طيران نقدر بيها ان احنا نجهز للفترة اللي جاية، لان دي التزامات دولية علينا بإذن الله. نعم. كابتن طيار احمد مشعل، عاوز اعرف برضو من حضرتك، لان انا بحسب معلوماتي عارف ان حضرتك كنت على متن هذه الرحلة تحديدا، و يعني رسالة في غاية الأهمية، عاوز أعرف صدى الركاب وصدى المعنيين والنشطاء بمجال التغيرات المناخية، لأن مصر تكون رائدة ومصر تكون سباقة في استخدام مثل هذا النوع من أنواع الوقود تحديدا لتحقيق استراتيجية أكبر، وهي استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة. الحمد لله أنا وفريق العمل، ومش كنا بس على الرحلة، احنا سافرنا قبلها بكذا يوم علشان نحضر للكميات النهائية، ويبقى في تحضير كويس للتأكد من وسائل الأمن والسلامة والجودة بتاعة المنتج اللي هيتحط على الطيارة. نعم. الحمد لله وصلنا بالطيارة بسلامة الله مطار شرم الشيخ
تم الإعلان عن إن الرحلة تمت بنجاح، كل الوفود اللي موجودة على الطيارة ممثلين لحكومات، ممثلين لمنظمات مجتمع مدني، لما عرفوا إن الرحلة دي متنظمة بوقود حيوي بالتزامن مع مؤتمر كوب 27 وإنها أول رحلة لمصر طيران، ده كان ليه صدى إيجابي جدا. صحيح. وكتير منهم قالوا لا إحنا هنعلن عن ده في وسائل الإعلام، إحنا هنعرف قد إيه فعلا مصر مهتمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالحفاظ على المصادر البيئية المستدامة. طيب يعني حابين حضرتك كمان تكلمنا عن يمكن الخطة الطموحة اللي بتستهدف تنويع مصادر الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ويعني ودور ده من الحد طبعا من التلوث البيئي. وزارة الطيران المدني ومصر الطيران الحمد لله فيهم فريق عمل على أعلى مستوى، بقاله فترة طويلة شغال على نشوف ايه مصادر الطاقة اللي نقدر نتنوع فيها جوه العمل اليومي داخل مكاتبنا وداخل الأروقة اللي احنا بنشتغل فيها، من حيث توفير الطاقة، تقليل استخدام المية. ان شاء الله بعد كوب 27 هنبتدي نتطلع اكثر لبقية اهداف التنمية المستدامة من تحقيق بيئة عمل آمنة وسليمة فيما يتعلق بكل الاهداف التنمية المستدامة اللي تتعلق بأي شركة او بقطاع الطيران المدني. نعم. كابتن طيار أحمد مشعل، مدير إدارة الوقود بشركة مصر للطيران، بنشكرك على وجودك معنا في هذه المداخلة في صباح الخير يا مصر.